نسأل سلمى وهشام عن تعليقات المشاهدين. الحقيقة في تعليقات كتير قوي متفاعلة مع الحلقة النهاردة، بس أكثر التعليقات يمكن ما تابعوناش من أول الحلقة بسبب عن دكتور هالة. احنا برضو بنكرر الكلام اللي حضرتك قلت في الأول، دكتور هالة في مهمة عمل في الرياض، في مهمة عمل في الرياض في اجتماع مع إدارة روتانا، قنوات روتانا، عشان الناس كلها تعرف، وهي الحمد لله بخير وبصحة جيدة الحمد لله يا رب، ويرجعها لنا بالسلامة وراجع النهاردة إن شاء الله. تاني حاجة بالنسبة للكومنتات المتعلقة بالحلقة، عبد العظيم عامر بيقول الكل ترك الثوره وذهب للدعايه والكراسي. وفي محمود بيقول اسرع حكم في القضاء المصري اللي القضيه لما بنرفعها بتقعد شهور، الحكم صدر في يومين، الحكم وضده. عبد العظيم عامر تاني بيقول هو ده الكلام المظبوط، احنا لازم يكون لينا ثوره تانيه ويكون ليها قائد بجد عشان كله يمشي وراه وشباب الثوره ما يتظلمش، وفي ناس تيجي بما معناه ان هي تسطو على ثوره الشباب. اقسم بالله اللي فرق ده عبد العظيم عامر برضو يعني متفاعل جدا. عبد العظيم بيتفاعل. وفي خليل جاي دلوقتي. خليل جاي بعديه. عبد العظيم بيقول ان الثوره هم المجموعه الموجوده الذين يسموا نفسهم سياسيين، اللي سرق الثوره اللي بيسموا نفسهم سياسيين، وهم دول كلهم الفلول اللي كانوا موجودين قبل الثوره. خليل مهدي بيقول والله يا سياده اللواء حضرتك عندك حق في كلامك، حاجات عسكريه ما ينفعش حد يتكلم فيها. طيب. وفي سؤال لحضرتك هشام ونسمع سلمى. اولا بعد اذن حضرتك استاذ وائل، عايزه بس اقوله النهارده على فيسبوك ناس كتبت كتير، ما فيش غير 99122 مصري من 8 مليون سجلوا بياناتهم للتصويت في انتخابات البرلمان اللي جايه. يعني الناس كانت دايما تقول احنا عايشين بره مصر ومش عارفين نعمل ايه. صوتكم مهم مهما كانت وجهاتكم، فيا ريت تسجلوا بياناتكم عشان دلوقتي دي فتره احنا محتاجين اصواتكم فيها. شريف اشرف بيقول يد بيد لنضع للفلول حد، هو ده الشعار اللي لازم يقوله كل واحد بحب مصر علشان تفضل مصر يا ام الدنيا. المصرية العربية بتقول الشعب بيفكرني بقصة اسير الماني في الحرب العالمية الثانية، هرب ولقى عجلة وقعد يسوقها لحد ما وصل المعسكرات الالمانية، فجأة وقع من على العجلة واكتشف ان هو مش عارف يسوق، وده اللي حصل مع الثوار وانا منهم. بعد ما نوصلت الثورة لمرحلة الاستقرار الاولى وجدنا اننا لا نعرف شيئا عن السياسة لانه تم تجرفها كما قال الاستاذ حسنين هيكل من العصر البائد، لذا فالشعب يريد ان يتعلم السياسة والقيادة حتى لا يشعر. شكرا يا سلمى على التعليق.